اليوم هذا الصباح هذا كان لينا كنا محظوظين ما في الكفايه باش انه نجيو نشاركوا في جلسه الاستماع بحكم انه الجمعيه كتعامل مع فتيات من 13 حتى 18 عام. دونك هاد الفتيات هادو هما اللي تولوا القياده ديال المناقشه الصباح، والغرض منها هو انهم يزيدوا يعرفوا اكثر على حركه اكبر وشنو هو الغرض منها. وبحكم انه سيدنا الله يخلي لينا يعني عطى واحد البلاغ باش انه يتم التغيير في مدونه الاسره، فبحكم حنايا كنتكلموا على زواج الاطفال واللي هو ضمن الحوايج اللي كاينين في مدونه الاسره. فاغتنمنا الفرصه وجاو هاد البنيسات هادو عطاو اراء ديالهم، عطاو المقترحات ديالهم، وهاد البنيسات هادو يعني خاضوا واحد مجموعه ديال التدريب مع ناس مختصين في الجمعيه ولا ناس مختصين في هاد المجال هذا. دونك نتمنى ان شاء الله تكون واحد النتيجه اللي ترضينا جميع وترضي الشعب وترضي كذلك الطفلات، وتخليهم يعيشوا في الطفوله ديالهم، يعيشوا اللاج ديالهم او السن ديالهم، ويكونوا واحد التمره لهاد البلاد هذه، بحكم هما فتيات اللي حافلات بواحد الكفاءه وبواحد طاقه ايجابيه. ابرز النقاط اللي ناقشناها هو إلغاء المادة 20 و21 و22 من مدونة الأسرة. هاد المواد هادو فيهم ثغرات، يعني كاينين بعض النقاط اللي القاضي يقدر يتولى فيه ولا يعطي فيه القرار بلا ما يستدعي هذيك البنت ويشوفوا يعني شنو الاختيار ديالها، ولا يعني بحال قلتي البنت كتإليمينا في اي حاجه اللي يعني غادي تاخذ فيها قرار. يعني القاضي بحد ذاته مع الاب ولا مع ولي الامر ديال الطفله يقدر يعطي تصريح بانه هذا البنت هذه تقدر تزوج مثلا. دونك هذا غير مثال بسميتو بشنو هما الثغرات اللي كاينين. دونك الا تم التعديل ولا تم مراجعه هاد القوانين هادو باش بحال هكا، حيتاش الا كنقولوا انه 14% ديال الفتيات اللي كيتزوجوا سواء يعني في مجال القروي وفي مجال الحضاري، راه شي حاجه اللي كتخلع شي شويه. فما بقيناش كنستغلوا هادوك الكفاءات الصغرى باش انهم يزيدوا ينتجوا لينا، يعني يزيدوا بالمجتمع ديالنا القدام. يعني الا بقينا كنشوفوا في هذه الناحيه هذه، يعني في الاخير كنصيبوا حوايج اخرين من طلاق، من جيل اللي ما عندوش واحد التربيه اللي هي يعني ستابل. يعني فاش كتقول واحد البنيه صغيره 13 عام ولا 14 عام ما تقدرش تربي واحد الطفل واحد اخر، بحكم هي يعني باقي طفله. يعني كاينين بزاف ديال المخلفات اللي كيجيو من مورا هاد الحويجات هادو. الحل اللي دارته حركة أكبر هو إلغاء المادة 20 21 22، بحيث أنهم تيحتويو على ثغرات وتيسبو لنا في هاد التزويج، أولا كيسبو في تزويج طفلات اللي هما قصيرات. هو إلغاء هاد المواد هادو لأنهم تيحتويو على ثغرات كيف قلت لي.